يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن الأصل هو توحيد الربوبية وأنه يستلزم توحيد الألوهية الذي هو أصل دعوة الرسل؟ نعم، هو توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، هذه العلاقة بين النوعين. ولكن توحيد الربوبية لا يكفي وحده، بل لا بد من وجود لازمه وهو توحيد الألوهية، فإن لم يوجد لازمه فإنه لا ينفع صاحبه. نعم.